احنا مش نفتخر عليك، احنا ما عندناش خروج، احنا عندنا النحر والحرق باذن الله. الشياطين ماشي يخرجوش وما تيسلموش، شياطين ماشي الجن، شياطين ماشي يخرج وما تيسلمش. كاين الشياطين بوحدهم والجن بوحده، الجن هو اللي تيقد يسلم، الشياطين هما اللي تيكونوا تيطيروا في الاسحار وملي تيلقاو ملي فاتنين معاهم. دابا الجن هو داك اللي تيكون فيه المسلم، تيكون فيه العاصي، تيكون فيه العاصي. الشياطين تيكونوا هما اللي تيتربصوا بالانسان وتيادوه بزاف. كل انسان عادي تيكون فيه ثلاثه داخل الجسد، والانسان الزوري تيكونوا فيه خمسه. عندك سحر ماكول، سحر مرشوش، جن عاشق، جميع انواع السحر وانواع الجن العاشق او ما يسمى المس الداخلي والخارجي او التابعه، وكما تيقولوا الناس الاولين العكس هما العوارض في الحصه الاولى. نحيدهم باذن الله، ولا عندو التوكال هذا الماء مرقي كاس كاس يشربوا المريض لما درت استفراغ في ديك الساعه ما يبقاش يجي عندنا حصه واحده. السلام عليكم، معكم الراقي رشيد، المتواجد بمركز حي النور بحي بياضه بمدينه اسافي لجميع الحالات المستعصيه في الحصه الاولى باذن الله. شي مده 5 سنين الحمد لله بالقدر الهي، ما كاين حتى شي صعوبات في هذا الميدان، لانه حنا تعلمناه وقرينا عليه وبحثنا عليه واكتسبنا واحد العلم عطى علينا الله. تنعاود كرره جميع الحالات المستعصيه، اي واحد بقى يدور على الرقاج وحارو فيه الرقاج، هنا كاين العلاج في الحصه الاولى، ما كاينش صعوبات. بالعكس هذا الميدان تنحبوه وبغيناه وبغينا نديروه بالمحبه والاراده ديالنا، ومعاونا الله، معنا الله سبحانه وتعالى. تبارك الله، اش نقول لك، ما شحال قدك تحسب، بزاف العديد من الناس، ونتمنوهم الله للناس اللي تشافوا راه تيعرفوا وجهنا راهما يجاوبوا. اي واحد جات تعالج هنا جا عندنا تنديروا معاه حصه واحده، ماشي سيروجي، حصه واحده، ما كاينش عندنا حصص. تنعاود نقولها، حصه واحده. عندك سحر ماكول، سحر مرشوش، جن عاشق، جميع انواع السحر وانواع الجن العاشق او ما يسمى المس الداخلي والخارجي او التابعه، وكما تيقولوا الناس الاولين العكس هما العوارض في الحصه الاولى. نحيدهم باذن الله، ولا عندو التوكال هذا الماء مرقي كاس كاس يشربوا المريض لما درت استفراغ في ديك الساعه ما يبقاش يجي عندنا. حصه واحده ماشي حصص باذن الله. الطرائف كاين بزاف. كانت مؤخرا جات عندنا واحد الحصه، واحد السيده جات عندنا من الشمال، جات عندنا من الشمال حاله مستعصيه، كان فيها مس وعاد سحر مرشوش وسحر ماكول لمده 9 سنوات، وعيات من بشعة الرقاج في طنجة، وما كاين رقاج، ماشي ما كاينينش، ولكن كله واش عطاه الله. هذيك هي الحالة اللي لقيتها شوية قاسعة وصعيبة شوية، ولكن الحمد لله بالقدرة الإلهية وبالعلم اللي عطانا الله تجاوزناها بواحد سهولة. وفي الحصة الأولى درت استفراغ وتبطل السحر بإذن الله، ودوك المس اللي كان فيها ديال السحر تحرق بكلام الله في الحصة الأولى بإذن الله. الجن تعاملوا مع شيطان، كاين الفرق بين الجن والشياطين باش تفهم. كاين الشياطين بوحدهم والجن بوحده، الجن هو اللي تيقد يسلم، الشياطين هما اللي تيكونوا تيطيروا في الأسحار وملي تيلقاو ملي فاتنين معاهم. دابا أما الجن بوحده، الجن يقد يسلم، يقد ما تيأديش. أنا نشرح لك ما معنى الجن والشياطين. الجن هو داك اللي تيكون فيه المسلم، تيكون فيه العاصي، تيكون فيه العاصي. الشياطين تيكونوا هما اللي تيتربصوا بالانسان وتيادوه بزاف. والرقاد خوتنا،
وكله باش يمتاز وكله الله فضله على واحد، الله اللي تيعطي والله اللي تيدي، واي راقي الله يسهل عليه. والرقاة راه بحالنا بحالهم، راه خوتنا، وكله فين تيتعالج، كله واش مكتب ليه الله الانسان داك المريض عاد منين يتعالج. اما الرقاة كاملين في المغرب خوتنا وعلى راسنا، وتنبلغ لهم السلام من هذا المنبر، تنسلم لهم كاملين. راقي بحال الرقاة وتيجينا راقي الله يسهل عليهم، متمكن، انسان خلوق طيب، والله يهدي الاعداء ديالو هو. وتعجبني هذاك اشرف حياني والله يسهل عليه. واش نقول لك، على حسب الحاله، كل حاله وشنو فيها. كل انسان عادي تيكون فيه ثلاثه داخل الجسد، والانسان الزوري تيكونوا فيه خمسه. ولا سبب ماشي مشكل، واخا يكون تجيش بالقدره عليا ان شاء الله نحيدو باذن الله. كاين كلام الله تيحرقهم في رمشه عين. حنا ماشي نفتخر عليك، حنا ما عندناش الخروج، حنا عندنا النحر والحرق باذن الله. الشياطين ما تيخرجوش وما تيسلموش، شياطين ماشي الجن، شياطين ما تيخرج وما تيسلمش. وكاين ثاني بغيت نضيف واحد الاشاره على قبلة الشياطين، كاين اللمس الخارجي تتسبب في الامراض، مثلا الخمول، تيكون بنادم مسخسخ ما تيقادش يفيق، تيتخنق بالليل، تيكون عنده مشاكل، مثلا يمشي يخدم العكوسات ما كايناش، تيبغي يدير شي حاجه في تيدير شي يده في شي حاجه ما تتصدقش، هذاك تيتسمى مس خارجي. الحمد لله حنا عطانا الله واحد العلم نقدو نحيدوه في رمشه عين باذن الله بالقدره الالهيه، وتنقولها وتنفتخر بها. وواحد الرساله تنوجهها دوك المنتقدين اللي تينتقدوا الرقاه، اللي تيقول لك انا الصعبه المنافقين، خويا انت ما تتعرفني، ما تنعرفك، اول مره شتيني تتحكم لي بيني النصاب، وانا ما تنعرفكش ومصدرني وحكمت لي بانك نصاب. لو كنت نصبت لك في شي حاجه اجي اخويا ديها، وما نسمحش ليكش حتى ليوم القيامه، ونتابعك لهادشي قدام الله لكن انا نصاب. ودوك الناس تيقول لك نصابه، حنا انا تنعاون نكررها، عندنا حصه وحده نصاب عليك، هي اللي قلت لك حصاص بقى ندير فيك في الحصاص، عندنا حصه وحده جميع انواع السحر، ماكول مشروب، تنعاون نكرر حصه وحده باذن الله ما تنفوتوهاش. يعني كيفاش ندير تنصاب لهذا الانسان وانا تنقول له حصه وحده؟ ما فهمتش هاد الناس يقولك هكا نصابه منافقين. حاولوا تعرفوا اشنو تخرجوا من الافواه ديالكم، لانه الانسان ماشي بحال الانسان. انت اخويا الا كنتي حاقد على الرقاه منك ليهم، ما تعممش، والانسان ماشي بحال الانسان. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.